مساء الخير يا سيادة العميد، كل سنة وحياتك طيب عشان قرب عيد الفطر المبارك. أهلا بيك، كل سنة طيبين، عيد القيام المجيد والأعياد والأيام الجميلة اللي احنا بنعيشها. ربنا يخليك. سيادة العميد، تحليل حضرتك لتصريحات فلاديمير بوتين اليوم بخصوص اللي هو بخصوص على انه اي حد هيحاول يتدخل في تغيير وزن القوى على الارض في الحرب الروسية الاوكرانية هيضربه ضربة ساعقة. هو لا شك ان تدخل الناتو في دعم اوكرانيا غير موازين المعركة يعني من تراجع شديد وسقوط مدن الى صمود ثم هجمات مضادة ثم انسحاب الجانب الروسي من مناطق الغرب حوالي العاصمة او مناطق شمال الشرق، وعاد مرة اخرى طبعا الخسائر مش هنتكلم فيها، لكن الواقع بيقول ان هناك طرف، لان كلا الطرفين يعني بيبالغ في خسائر الاخر. لكن المؤكد ان في خسائر كبيرة في المدنيين في الجانب الاوكراني. الاوكراني اكيد، لان ما هي الحرب في مدن يعني. انا بتأكد يعني من الكلمة بس عشان ما سمعتش للاخر. تمام. وفي الجانب العسكري لا شك في الايام الاولى كان في استهداف لقواعد ومنصات يعني خسائر كبيره، لكن الحرب ما بتحسبش بالخسائر، تحسب بتحقيق الاهداف. الجانب الغربي بيعطل الجانب الروسي من تحقيق اهدافه. بعيدا عن فكره اهدافه دي يعني شرعيه او غير شرعيه، ده شان اخر، لكن في الاخير اللي هو عايز يعمله في اوكرانيا الجانب الناتو وتخطى الناتو الحقيقه يعني في اجتماع بالامس كان في احد القاعدة الالمانيه 40 دوله كانت حاضره، وزير دفاع من 40 دوله لويد اوستن طبعا وزير الدفاع الامريكي في مقدمته، علما بين عدد الدول الناتو 30، يعني في 10 دول بتدعم اوكرانيا مش دول ناتو. فالجانب الروسي يعني الجانب الاوكراني من الصعب يحقق انتصار على الجانب الروسي، فرق قوه كبير، لكن فكره عدم تحقيق الروس لاهدافهم وطول العمليه هيحسب ضمنيا ان هو هزيمه للروس، كما كان في افغانستان، كما كان امريكا في افغانستان ايضا. الفكره في ان هو بيرسل رساله ان كنت عاجز عن مواجهه الامدادات اللي بتدخل حدود طويله مع يعني رغم استهدافه لعدد من الشحنات العسكريه اللي دخلت وضربوا ليها، لكن حضرتك تقصد مش هيقدر يراقب كل الحدود يعني. في دوله يا استاذ ايهاب، في دول مستقره ولديها جيشها وشرطتها والمخدرات والسلاح بتدخل. صحيح. مفيش يعني صحيح، خصوصا لما بتكون الحدود متراميه كده. حدود يعني مع رومانيا مع بولندا فقط 540 كيلو حدود. أي. برية. أي. بجانب الطبيعة هناك في مناطق جبلية ومناطق غابات، يعني فكرة الاختفاء ما فيش، لو حتى عنده طيارات الدنيا كلها ما يقدرش. ومن ثم سيادة العميد، حضرتك تتوقع امتداد هذا الأمد؟ لأنه حتى لو تحدثنا قفلنا الحديث على الخسائر العسكرية وخسائر البشرية وهي خطيرة، لكن هناك خسائر اقتصادية للعالم كله متأثر بهذه الحرب. لا شك، وده جزء على فكرة من الحرب الاقتصادية اللي الروس بيعملوها واللي الأمريكان بيعملوها على الروس. أي. يعني روسيا النهاردة قطعت الغاز على بلغاريا وكذلك بولندا، وبدت تقول لا تدفع لي بالروبل ما تدفعليش بالدولار واقطع الغاز وهكذا. طيب ما هو المعروض في السوق بيقل، بجانب ان فكره انك تلاقي مصادر بديله سواء من بحر الشمال او من الشرق الاوسط عشان تجيب غاز، طب محتاج تعمل بايب لاين، تعمل مواسير وتعمل. صحيح. محتاجه يعني. وزير الماليه الالماني صرح من كام يوم ان ده مستحيل، يعني عدم الاعتماد التام على النفط والغاز الروسي يعني. كذلك دول البلطيق ليتوانيا واستونيا ولاتفيا كلهم بيعتمدوا بشكل كامل على الغاز، بحط في اعتبارك ان روسيا اكبر مورد غاز في العالم وتاني مورد يعني نفط بعد المملكه العربيه السعوديه. فالفكره انك لو عملت عليها بلوك في الاخير في شورتج، في نقص هيحصل في السوق. فالجانب الروسي من انا لاخر يبتدي مثلا لافروف يقول الامور قد تؤدي الى حرب عالميه ثالثه، الجانب بوتين يقول هنعاقب الدول دي، لكن طبعا لا روسيا ترغب بشكل جدي في دخول حرب عالميه ثالثه ولا العالم كله، لكن هي الفكره في فكره نقل الصراع لمناطق اخرى. على سبيل المثال مولدوفا، مولدوفا طبعا على الحدود مع اوكرانيا جنب اوديسا.
فيها حته اسمها ترانسنستيريا، دي منطقه انفصاليه زي كده لوجانسك ودانس. فبدت تبقى فيها تسخين جبهه. لو بقى موجود الروس في مولدوفا، طبعا مولدوفا بلد ضعيفه ومش نيتو ومش اوروبا يعني، فممكن الروس يدخلوها يعني، بس هيبقى على حدود رومانيا. هيبقى على حدود رومانيا ايوه، هيبقى يدخل العالم على حافه الهوايه في فكره ان لو حصل حرب مع اي دوله نيتو تفعل الماده الخامسه. فهو الجانب الروسي عايز يقول لهم انها اصبحت موضوع الامدادات خط احمر. طيب لكن حضرتك بتشوف انه العقوبات الكثيره اللي بتفرض كل يوم جديده على روسيا وتنطن بيها الغرب، يعني هل اثرت في الجانب الروسي بشكل كبير؟ لكن واضح ان هي ما اثرتش لدرجه ان هو يوقف مثلا العمليه العسكريه لاي سبب. لو شفنا الاوضاع ما قبل العمليه، كان في ديسمبر 2021 كان في مطالب للجانب الروسي أي حول عدم تمدد النيتو شرقا والامن للجميع وهكذا. الوضع ده كان روسيا ترى انها في وضع سيء. لو انهت العمليه بدون تحقيق اهداف تصبح بوضع أسوأ، هتبقى بوضع أسوأ يعني ما عندهاش غير انها تكمل، ما عندهاش غير تكمل. وعلى دلوقتي عندها فرصه انها تخلي اوكرانيا منزوعه السلاح وتكمل مطالبها. يعني بالمناسبه هي اوكرانيا اصبحت بالفعل باستثناء بعض جيوب المقاومه يعني لا تمتلك سلاح ضخم. يعني فكره نزع السلاح، الروس قادرين لو عمليه السلاح قادرين، وزيلينسكي عنده استعداد يقبل حاجتين، عدم انضمام للنيتو، وده الراجل اعترف بيها رسمي قبل العمليه حتى. أيه. تاني حاجه عنده استعداد ان هو يقلل السلاح مع العلم. فكره انا شايف السلاح ده ذريعه من الروس ليس لها اي معنى، لان اساسا اوكرانيا بتخضع للشروط الاوروبيه في الارمز كنترول، تراديشنال ارمز كنترول، يعني منفذه بالفعل. اوكرانيا كانت القوه النوويه الثالثه في العالم، سلمت النووي كل روسيا. القوه التقليديه كانت من الجيوش المتقدمه دلوقتي الترتيب ال 22. اللي خسرته من منظومات اثناء العمليه بنيران روسيه اعادها، لكن هي الفكره ان الاسلحه الموجوده هي اللي بتدخل من الناتو، اسلحه استنزاف. يعني صواريخ مضاده للدروع، مضاده للطائرات في مدى بيشغلوا السلاح يعني دول ودول يعني. بالظبط، لكن مش فكره ان اوكرانيا تهدد روسيا. مع احترامنا الشديد اوكرانيا تناضل تكافح، لكن مش هيبقى عندها قوه في يوم من الايام تعتدي على روسيا. بالاضافه يا فندم لكل المسؤولين الكبار اللي بيلتقوا فلاديمير بوتين يقولوا نحن نتفهم المطالب الروسيه بخصوص الامن، واخرهم انطونيو جويتريش امبارح امين الامم المتحده. بالفعل، وانا على نفسي على المستوى الشخصي وكنت قبل حرب اوكرانيا انا متضامن مع مطالب الروس، لكن كون انك لك مطلب شرعي ألا يكون الطريق طريق غير شرعي. صحيح، يكون هي دي الفكرة. الدم هو الطريق. بشكر سيادتك على حساب مدنيين وعلى حساب بنية أساسية وعلى حساب. شكرا سيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية.